The long and highly stressful period that most individuals endure while waiting on death row for years or even decades, and frequently in isolation for an uncertain outcome, has also been referenced as constituting cruel, torture or cruel, inhuman or degrading treatment. مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة نظم حلقة حوار لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام، لا سيما فيما يتعلق بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية. حلقة الحوار التي افتتحها المفوض الأممي والسامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين شارك فيها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي. يعني احنا بالنسبة لنا قضية عقوبة الإعدام لا تتعلق بأنه نحن نرفض أن يعني نرفض عقاب المجرم بقدر ما نحن نريد حماية الأبرياء، حماية آلاف الأبرياء، هذا هو موضوعنا. يعني احنا انا اعترف بان هناك مجرمين يعني ارتكبوا جرائم فظيعه ولا سبيل الى ان يقبل منهم انسان يعني الا اشد العقوبه، لكن في نفس الوقت هذه الشجره يجب ان تغب بالغابه، الغابه هي الاستعمال المفرط للاعدام للقضايا السياسيه، وهذا موجود في كل البلدان العربيه وخاصه في البلدان الاستبداديه. أكد المتحدثون على أن عقوبة الإعدام تنتهك أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان ألا وهي حقه في الحياة. Amnesty International believes that the death penalty is a violation of the right to life as declared in the Universal Declaration of Human Rights. It's the ultimate cruel and inhuman punishment which should be abolished. تعتبر البحرين مثالا صارخا اليوم على انتهاك الحقوق الإنسانية عبر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين. ما حدث في البحرين عن تنفيذ أحكام بخصوص ثلاثة مواطنين انتزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب، كانوا تحت الاختفاء القسري لمدة طويلة، لم يحصلوا على حق المحاكم وفق المعايير العادلة، ونفذ فيهم حكم الإعدام بطريقة صادمة، حتى الحقوق القانونية التي يفترض أن يحظى بها المنفذ فيه حكم الإعدام بعد الحكم الإعدام لم يحظوا بها، من ضمنها لم تسلم الجثامين لأهاليهم. ولذا فيتوجب على المجتمع الدولي التدخل السريع لوقف المزيد من سفك الدماء البريئة في البحرين. المشاركون في ندوة الحوار التي جرت هذا اليوم في مجلس حقوق الإنسان أكدوا على أن عقوبة الإعدام تتضمن تعذيب الشخص المحكوم عليه، وذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي. ساهر عرايبي من مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف.